الحقيقة أنه وزارة التربية والتعليم واحدة من أكتر الوزارات اللي ليها نصيب من الشائعات، يمكن لأنه التعليم بيهم كل بيت مصري، ودايما الناس بتقرأ ويعني تندفع ورا اللي بيتكتب على مواقع التواصل الاجتماعي من كتر قلقهم على أولادهم. الحقيقة أنه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى مؤخرا ما تم تداوله بشأن مسألة صدور قرار بإلغاء سنة 6 ابتدائي، وده بيكلموا انه من السنه اللي جايه من العام الدراسي القادم مش هيبقى فيه سنه 6 ابتدائي. الوزاره نفت الكلام ده تماما واكدت انه ما فيش اي قرار اصدر بهذا الشان، وشددوا على انه يعني في استمرار لنظام سنوات الدراسه التعليميه زي ما هي من غير اي تغيير سواء في مرحله التعليم الاساسي او المرحله الثانويه. ونجدوا أولياء الأمور والطلبة إنه ما ننساقش وراء أي أخبار مغلوطة بتتكتب على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنه ناخد المعلومات من مصادرها الرئيسية. خلينا نتكلم بشيء من التفصيل عن ده دلوقتي. معانا على التليفون الكاتب الصحفي محمود عبد الرحمن، رئيس تحرير قناة مدرستنا والصحفي المتخصص في شؤون التعليم. مساء الخير على حضرتك يا فندم. يعني مسألة إنه دايما وزارة التربية والتعليم في شائعات كتير بتطلع في هذا السياق، وعلى وجه التحديد 6 ابتدائي دول الدفعة بتاعت 4 ابتدائي اللي برضو كان عليهم الكثير من الشائعات. مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. هو في الحقيقه زي ما حضرتك وضحتي ان التربيه والتعليم هي يعني مرصد للشائعات بشكل كبير جدا، يمكن ده راجع لان احنا عندنا 26 مليون طالب في المراحل الابتدائيه والاعداديه والثانوي، ده طبعا بجانب اولياء الامور، بجانب كمان ان احنا عندنا منظومه تعليم جديده بتتغير من وقت للتاني او بيصدر فيها قرارات تنظيميه من وقت للتاني، فبالتالي يعني بتواجه بشكل كبير مجموعه من الشائعات بشكل ايه؟ بشكل متواصل يعني. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني فيما يخص موضوع 6 ابتدائي، فبرضه 6 ابتدائي على طول بيطلع على شائعات ان هي هيتم الغائها، وان طلاب المنظومه الجديده اللي هم بتوع 02 اللي هم السنه اللي فاتت كانوا في 4 ابتدائي ودلوقتي في طيب يعني زي ما الوزاره اكدت انه 6 ابتدائي الامتحانات ماشيه بنفس النظام، وانه 6 ابتدائي هي الشهاده الوحيده في الابتدائي. الو حضرتك سامعني؟ انا سامع حضرتك يا فندم، حضرتك سامعاني؟ انا سامع حضرتك تمام. انا بقول لحضرتك انه 6 ابتدائي عندنا منظومه التعليم الجديده اللي هي 02 دي اللي طلابها بداوا السنه اللي فاتت في سنه 4 ابتدائي، ودي كانت اول دفعه بيطبق عليها منظومه التعليم الجديد سواء امتحاناتها او بمناهجها او بتفاصيلها المختلفه. لما طيب. جوهم اتنقلوا السنه دي الخمسة ابتدائي، فالشائعات كثرت جدا على فكره ان 6 ابتدائي هيتم الغائها، ده كنوع من تخفيف المناهج، كنوع من كايقونه من ايقونات نظام التعليم الجديد وما الى ذلك، وان الطلاب هيتنقلوا بشكل مباشر لاولى اعدادي. طبعا هذا الكلام غير صحيح، وده نفاه النهارده مجلس الوزراء بعد ما رجع لوزاره التربيه والتعليم واكد ان طلاب سنه 5 ابتدائي السنه دي هيتنقلوا السنه الجايه لسنه 6 بشكل طبيعي جدا. برايك يا استاذ محمود مصدر الشائعات دي بيكون ايه؟ والله هقول لحضرتك على حاجه، هو دايما احنا كمصر بشكل عام بتواجه شائعات في كافه القطاعات باستثناء الشائعات الموجهه لوزاره التربيه والتعليم. يعني انا قصدي انه بيبقى في تفكير في قرار ما فالشائعات دي بتطلع؟ هو سوء فهم او سوء تقدير للموقف او للاسف انتشار صفحات عليها ملايين المتابعين بتتكلم عن التعليم، فبالتالي لما بيتحط بوست او بيتحط معلومه غير صحيحه فبالتالي بتواجه انتشار كبير جدا بين اولياء الامور. حضرتك احنا عندنا 26 مليون طالب، يعني 26 مليون طالب مع 26 مليون اب مع 26 مليون ام، فاحنا تقريبا بنتكلم في 100 مليون مصري. فبالتالي البعض بيقول يا استاذ محمود انه احيانا بيكون موظفين جوه وزاره التربيه والتعليم هم مصدر هذه الشائعات. بص لحضرتك على حاجه، هي فكره قال مصدر مسؤول دي بين كوتيشن كده هي اللي خربت الدنيا في منظومه التربيه والتعليم. ليه؟ لان احنا يا جماعه زي ما الوزاره اكدت وزي ما الوزير اكد وزي ما مجلس الوزراء اكد اكتر من مره ان المعلومه هتصدر قبل ما نحتاج اليها فتره كبيره، فبالتالي النهارده يقول لك ايه؟ هم هيلغوا التشعيب ولا هيسيبوه في ثانويه عامه؟ موضوع الغاء التشعيب ده لسه السنه الجايه 2024، فيبدا التكهنات من دلوقتي، فيبدا التداول بتاع المعلومه غلط من دلوقتي، فتضطر وزاره التربيه والتعليم تطلع من دلوقتي تنفي، بعد شهر هتلاقي البوست القديم 12 تاني. فبالتالي يعني عايز اقول لحضرتك ان فكره الغاء 6 ابتدائي دي اقسم لحضرتك بالله ان اخر شهر اتنفت حوالي 14 مره. ده مش كلام يعني مش مجازا. احنا تقريبا تقرير الشائعات، تقرير نفي الشائعات بتاع مجلس الوزراء كل اربع بيطلع نفي ما تم تداوله عن الغاء 6 ابتدائي. ده جزء خاص في 6 ابتدائي، تعالي بقى ال 5 ابتدائي يقول لك اصل مش هيكملوا امتحانات، تعالى ال 4 ابتدائي يقول لك هياخدوا نص المناهج بس.
يجوا في الامتحانات يقولوا لا ده الاربع امتحانات اتلغوا، لا ده بقوا ثلاثه. ففكره الشائعات هي مش شائعات بقدر ما هي معلومات خاطئه متداوله من على الصفحات الخاصه بالتعليم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه. طيب بما ان حضرتك بتتكلم عن الامتحانات، عايزين نتكلم عن الاجراءات الجديده للامتحانات السنه دي. والسنه دي النظام مختلف عن السنه اللي فاتت، ثلاث امتحانات مش بس امتحانين، واعتقد حتى طريقه الدرجات مختلفه. صحيح، احنا لاول مره منظومه التعليم الجديده اللي هي 02 الطالب ما بينتظرش فيها الامتحان نص السنه وامتحان اخر السنه. بقى عندنا امتحان تقييم كل شهر، الامتحانات دي بتتجمع وهتحسب ك 10% من درجات نهايه السنه ودرجات نصف العام. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني ان المناهج اللي الطلاب بيمتحنوا فيها مش مناهج عقيمه قوي او عنيفه قوي زي ما حصل السنه اللي فاتت، هي مناهج بيتم توزيعها على الشهور. ولكن الكلام برضو عشان احنا بنتكلم عن الشائعات، الكلام برضو على ان الامتحانات دي مش هتنضاف للمجموع، لا يا جماعه هتنضاف للمجموع. الشائعه الثانيه الامتحانات دي هتغني او هتجوب امتحان نصف العام، لا يا جماعه امتحان نصف العام ثابت، امتحان اخر العام ثابت، ما بينهما هي امتحانات تقييم للاولاد كنوع من تدريبهم وتاهيلهم ان هم يؤدوا امتحان في منظومه تعليميه جديده في نصف العام او في نهايه العام وهم مستريحين نفسيا، ما يواجهوش الامتحان كاول مواجهه ليهم. طب معلش يا استاذ محمود، البعض بيقول انه المنظومه دي بتضغط على اولياء الامور والطلبه اكتر لان هم في امتحانات مستمره. اقول لحضرتك على حاجه، انا هكلمك كولي امر. انا النهارده ابني لما يكون في ثالثه ابتدائي او في رابعه ابتدائي او في خمسه ابتدائي ويكتشف اليه الامتحان في رابعه في نصف العام او في اخر العام بس، طب ما الطالب هيتبرجل. احنا عندنا منظومه جديده فلازم نسلم ان احنا عندنا منظومه جديده. انا كل شهر بدرب الطالب ان هو يخش يؤدي امتحان، الامتحان ده عليه قد ايه؟ عليه 2% من المجموع النهائي، يعني اربع امتحانات يبقى 2.5% في المجموع النهائي. بالظبط زي اللي هينزل يلعب ماتش، انا لو نزلت لعبت ماتش على طول في ملعب جديد هو ما لعبش عليه قبل كده، طبيعي جدا ان هو مش هيعرف ابعاد الملعب. انما وبعدين عايز اقول حاجه على جزئيه مهمه، هو المنظومه الجديده اتعملت ليه؟ عشان تقوم على الفهم والنقاش والحوار والاكتيفيتي والانشطه والرياضه والفن المسرحي واليوم الرياضي وما الى ذلك. ليه مصممين نحصرها في فكره ان الطالب يخش يمتحن يخرج يجيب درجه؟ طب ما دي المنظومه القديمه اللي احنا كلنا بنعاني منها وبنهرب منها. ده جزء. الجزء الثاني، ايه اللي تحمله اولياء الامور او الطلاب في فكره ان هو يبقى عنده امتحان شهر؟ هو نفس اليوم الدراسي. ضغط الامتحانات. انه طول الوقت البيوت في حاله امتحانات، هم كانوا حافظين امتحانات في نص السنه وامتحانات في اخر السنه وخلاص. هو الطالب بيروح يوم مدرسي عادي جدا في الحصه الرابعه والخامسه او الحصه الثالثه والرابعه بيقام له امتحان كمراجعه في على الثلاث مواد او الاربع مواد اللي عنده. الطالب بيمتحنه هيعوض الامتحان الجاي فهيمتحنه، ففي الاخر هناخد اعلى درجه من الطالب حصل عليها. اعلى درجه دي اللي هي كام؟ 10%. يعني الطالب قدامه اربع فرص ان هو يجيب اعلى درجه عشان الوزاره تحسبها له. الجزء الثاني، انا بشوف ان الحديث عن الدرجات في منظومه تعليم جديده قايمه على الفهم والنقاش لطلاب في رابعه ابتدائي وخمسه ابتدائي ليس في محله من الاساس. طب ما يجيبش درجات خالص. طب ما الطالب بس المهم الطالب يطلع فاهم ويطلع مستريح. ماذا ما اللي هيحدث للطالب لو طلع من الامتحان مش جايب درجات نهائيه؟ ما هو المفروض ان المنظومه معموله عشان يعوض السنه الجايه. طيب دخل النهارده امتحان الترم وجاب فول مارك بقى عظيم جدا وروح ما عندوش حصيله تعليميه، هيخش بقى كليه طب بالمجموع؟ ما هو لا هنا ده هيخش طب ولا هنا هيخش طب. هو المقصود بالمنظومه انه يطلع بحصيله محفظته تتملي معلومات وتتملي انشطه وياخد على منظومه التعليم الجديده. ده جزء. الجزء الاهم، مين اللي قال ان اولياء الامور بيشتكوا من فكره الامتحانات؟ ما هو ده برضه من ضمن يعني جروبات الامهات ومواقع التواصل الاجتماعي بنقرا اراء الناس يعني. بص هو انا يعني انا لا يحق لي التعليق على فكره بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي، بس كل القلق والتوتر اللي حاصل لمنظومه التعليم ولوزاره التربيه والتعليم نفسها والاولياء الامور راجع لمتابعتهم للصفحات غير موثقه على مواقع التواصل الاجتماعي. الموضوع ايسر مما يكون. وقلنا قبل كده ان العهد الجديد في المنظومه الجديده بيصالح اولياء الامور عن اللي حصل في الامتحانات الاوليه. لما سيبنا يا استاذ هدير بيكون في حوار مجتمعي متواصل مع اولياء الامور يعني في اي تطوير بيحصل. طبعا دي جزئيه صغيره، احنا لما سيبنا الطلاب السنه اللي فاتت ثالثه ثانوي واللي قبلها دخلوا على الامتحان على طول حصل ايه؟ الاولاد جابت 60 و50 وما حلوش وطلعوا منهارين، والمجتمع المصري كله باجهزته بدنيته كلها طلع منهار من نتيجه الامتحانات. فدلوقتي احنا بندرب الاولاد، طيب حاجه من اثنين، يا ندربهم فياخدوا عليها فيؤدوها بشكل ممتع، يا نلغي منظومه التعليم الجديده ونرجع لنقطه الصفر. فالاقرب ان احنا نتدرب على منظومه تعليميه هي بتقول للطالب يا حبيبي ما تجيبش درجه، احنا مش عاوزين الدرجه. اكبر دليل على صحه كلامي يا استاذ هدير ان كي جي 1 كي جي 2 اولى ابتدائي ثانيه ابتدائي ثالثه ابتدائي ما فيهاش امتحانات اصلا. فاول امتحان الطالب بيتعرض رابعه ابتدائي
رابعه ابتدائي في الترم الاول. حتى الامتحانات التقييم اللي بتتم في الاربع شهور ولا الثلاث شهور اللي قبل امتحانات نصف العام هو الطالب بياخد فيها اعلى درجه. طب هو احنا عايزين الدرجه في ايه بقى؟ عظيم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم استاذ محمود عبد الرحمن، شكرا جزيلا على وجودك معانا.